متصل. قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني أن ما حدث يوم أمس في منطقة زواطين الحدودية يعكس وجود مشاكل اجتماعية، إلا أن الجيش يقوم بدوره والحزب واضح في موقفه ومساندته المطلقة له، فحين أكد أن بعض الأطراف تريد الفرص لتشويه صورة الجيش الوطني. زواطين قال كان فيها مطلب اجتماعي وكان ان بروبليم دو رومبلي وكان ان بروبليم دي تير كون دو ريكوبيري باسكو لو رومبلي فيه نقاش مطروح. الجيش قائم بدوره ونحييه على انه قائم بدوره، لكن استغلالها من بعض الاطراف للاسف خذات بعد فريمون اللي ما كناش نتوقعوه، وموقف الار ان دي واضح فيها.